تمام. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة، وصباح الخير يا مصر، وصباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. ما زالت العزومات الرمضانية هي العنوان الأبرز لمائدة الأسرة المصرية. كل الناس دلوقتي ربما في منتصف شهر رمضان بيلحقوا يخلصوا، اللي عايز يستعد للعشر الأواخر واللي عنده استعدادات تانية، فربما في جدول مزدحم عند أهل الكرم اللي يعني هي سما لكل المصريين. بطبيعة الحال في دايما شلل كده عند كل واحد، في شلة المدرسة، شلة الصحاب، مكان معين كان فيه حد، العيلة، الأسرة، النسايب، القرايب، كل دول دواير حوالين الإنسان. ولكن في شخص ما ينفعش رمضان يفوت من غير ما تفطر عنده. ممكن الشخص ده يبقى الخال، الخالة، العم، العمة، الجد لو ربنا مبارك في عمره ومطوله، أو الجدة. فدايما في شخص هو اللي بمجمع العيلة، دايما في شخص هو اللي الكل بيلتف حواليه، دايما في شخص رمضان ما يبقاش لي طعم من غير ما نروح نفطر عنده. مين هو الشخص اللي ما ينفعش رمضان يفوت من غير ما تفطر عنده؟ واذكر لنا كمان السبب. ده سؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين إجابات حضراتكم، هنستعرضها خلال حلقة النهاردة. لكن خليني أبدأ بمنة. أكيد في شخص يا منة في عيلتك هو زي ما بيقولوا الماستر سين بتاع فيلم العزومات ده. بصي يا مصطفى، انا عندي وجهه نظر، العيله ما ينفعش نحطها في كاتيجوري بتاعه ينفع افطر عنده وما ينفعش افطر عنده. ده كده زيه زي الصيام، احنا لازم نفطر عند بعض طول الوقت ولازم نبقى متجمعين طول الوقت. هو رمضان شهر العيله مع شهر العباده بيبقى شهر العيله، يعني فرصه ان انت بتشوف دين ودنيا، بتبر اهلك واصحابك وقرايبك. لكن انا خليني اقول من وجهه نظري، واحنا بنتكلم في سؤال الحلقه، انا تخيلت حد من اصحابك او حد من البيوت اللي تبقى دايما مفتوحه ان ما ينفعش يتفوت رمضان من غير ما تروح. ده تخيلي لاجابه السؤال بقى. مش في اصحابنا احنا، صديقنا ابراهيم عز المخرج. عندنا ابراهيم كان عنده عاده كده، حد من اصدقائنا، انه لازم يجمعنا. ايوه، كل رمضان لازم يجمعنا وما ينفعش ما يفطرش عند ابراهيم. ليه؟ علشان لغايه السنه اللي بعدها هتشوف تنمر وهتفضل طول الوقت تتعاقب ان انت ما جيتش الفطار، فلازم نروح. وبعدين البنت ما شاء الله كده الناس بتحب تروح في الاماكن اللي فيها ترحاب وتحس انها بيتك، بيوت الكرم، كانك في بيتك وبتتحرك براحتك ومش عارفه ايه. فاعتقد دي من اكتر الاسباب اللي بتخلي الناس تروح. وان كنت انا ما بحبش اصلا افطر بره ولا اتسحر بره في رمضان. انا بيتوتيه جدا في رمضان. حلو. وبفضل جدا ان انا افضل قاعده طول الوقت في البيت. حلو قوي. حلو. يعني اللي بينزلني يفطرني بره البيت ده بيبقى بيعذبني اصلا. لا، بيبقى حد غالي كمان. جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. وانت؟ والله انا عندي برضو يعني كذا نوع برضو من الدوائر دي. يعني في دايره للصحاب القدام، ما بيعديش رمضان غير لما بنشوف بعض، حتى لو فوتنا رمضان بيبقى في دايما عاده سنويه. يمكن على فكره ما نتقابلش طول السنه بس رمضان لازم. الجروبس بقى، جروب الكليه، وجروب الكليه الثاني، وجروب المدرسه، والسوشيال ميديا هي اللي عملت كده. طبعا هي اللي رجعت الناس. بس انا شايف ان دي من احسن مزايا السوشيال ميديا. طبعا وما اعتقدش ان الواتساب او برامج ارسال الرسائل النصيه القصيره من السوشيال ميديا، يعني ده برنامج. لكن بتفضل في الدايره دي، يعني انت بتفضل معاك في الدايره دي، يطلعوا ينزلوا، يفوت رمضان ما يفوتش رمضان، لكن في اكتر من حد. على صعيد العيله عندي خالتي دي حبيبه قلبي، دي تعتبر مربيه، فلازم برضو نروح لها كل سنه حتى لو فوتنا رمضان اتنين بس. يعني ايه بن احنا العيله عندنا لازم نفطر عند بعض. طبعا مفيش، مش متاح ان احنا نفوت. يعني هي حلاوه رمضان في كده، طبعا تبقى قاعد وبراحتك وماسك كوبايه الشاي بالنعناع بعد الفطار تبتدي بالقهوه، يعني في حاجات كده. وقبل كده كمان كان الجد والجده هم دايما. طبعا. يعني بصراحه كان لازم رمضان كده نفطر هنا، نفطر هنا. كناش بنفطر في بيوتنا وقت الجد والجد، كنا بنفطر بس عند الجدود. يعني كان بيبقى يوم كده نروح البيت مجاملة للبيت. طبعا، بس هي دي بتبقى اجمل ايام، لان هم برضو زي ما بيقولوا كده ايه، عبود الخيمه يعني. طبعاً. يعني هم اللي تحتيهم، انما هنا خال، هنا بتاع، هنا بتشوف ناس قليلين. لكن ده كان بيبقى يوم عالمي، يعني كان استاد، فاهمه؟ طبعا جماهير
بيوتهم دايما كانت مفتوحه. ربنا يرحم اللي ربنا يرحمهم يا رب. ربنا يطول في عمر اللي موجود بصحه وخير. سؤالنا النهارده في حلقتنا اللي موجود معانا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وانستجرام بيقول مين اللي ما ينفعش تفوت رمضان من غير ما تفطر عنده؟ مستنيين اجاباتكم على مدار الحلقه. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.